ازيكم يا اصحاب انتوا عاملين ايه ، اهلا بيكم في قناه ضد انا أنا بتحبوني ، اهلا بيكم في قناه ضد كروشيه ، النهارده هنعمل غرزه بسيطه جدا خطواتها بسيطه جدا مفيهاش اي حاجه ، انا هشتغل بالخيط ده ، ده خيط قطن سمكه متوسط مش رفيع ومش تخين قوي وهشتغل بابره اربعه بالشكل قبل ما نبدا في الفيديو لو لسه مشتركتوش في القناه اشتركوا لو لسه ما زر الجرس فعلوه ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك يلا بينا نبدا الحاجه هنعملها مع بعض هي عقده البدايه كده ونبتدي نرتفع بسطور مضاعفات بالسلاسل مضاعفات الرقم اتنين واحد اتنين تلاته أربعة واحد اتنين واحد اتنين بالشكل ده لغاية ما نوصل للمقاس اللي احنا محتاجينه بالشكل ده أنا وصلت لعدد السلاسل اللي أنا محتاجاه مضاعفات الرقم اتنين هرتفع تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة بالشكل ده وده يبقى أول عمود معايا هخش في الغرزة في السلسله الرابعه واعمل عمود كمان وعمود في السلسله كمان اللي وراها بالشكل ده بعد كده هبتدي ارتفع سلسلتين واحد اثنين واعد من تحت واحد اثنين واجي في السلسله الثالثه اعمل عمود والسلسلة اللي وراها عمود بالشكل ده هرتفع تاني سلسلتين واحد اتنين واجي هعدي من تحت واحد اتنين واخش في السلسلة التالتة اعمل اتنين عمود في كل سلسلة عمود ادي عمود وادي التاني اهو بالشكل ده هرتفع سلسلتين وتخطى من تحت سلسلتين واجي في السلسله الثالثه اعمل عمود والسلسله اللي جنبها اعمل عمود اعمل عمود تاني يبقى احنا بنرتفع سلسلتين وبنعمل عمودين بالشكل ده لغايه ما اخلص بالشكل ده خلصنا السطر الأولاني وعملنا آخر سطر ثلاث عواميد هنبتدي يعني السطر اللي بعديه هنرتفع واحد اتنين ثلاثة ونلف الشغل وده يبقى أول عمود معانا بالشكل ده وفوق العواميد هنشتغل اتنين سلسلة واحد اتنين وجوه الاتنين سلاسل هنشتغل اتنين عمود عمود اتنين، فوق الاتنين عمود هنشتغل اتنين سلاسل، وفوق السلاسل هنشتغل عواميد، تاني اتنين سلاسل وفوق السلاسل هنشتغل عواميد هو تكرار سطر واحد وبنكرره لغاية ما نوصل للمقاس اللي احنا محتاجينه او الشكل اللي احنا محتاجينه اتنين سلسلة واتنين عمود اهو بالشكل ده لغاية ما اخلص بقية السطر بالشكل ده وصلت لغاية اخر السطر فاضل لي اخر تلات عمود هرتفع اتنين سلسلة وهلف الخيط على الابره واجي في السلسله الثالثه واعمل فيها عمود اهو يبقى بالشكل ده البدايه زي النهايه بالضبط هنرتفع ثلاث سلاسل بالشكل ده ونيجي جوه الاتنين سلسله هنعمل عمود اتنين وفوق العواميد هنعمل اتنين سلسلة بعد كده فوق السلاسل هنعمل عواميد زي ما قلت لكم هو تكرار سطر واحد وبنكرره بالشكل ده لغاية ما اخلص بقية السطور واوصل للمقاس اللي انا محتاجاه ورجعت تاني معاكم وبالشكل ده يكون كده خلصنا الغرزة بتاعت النهاردة هي غرزة بسيطة جداً بتعتمد على الغرز الأساسية ما أي حاجة صعبة بتكون من سطر واحد كده يبقى خلصنا النهاردة لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك لو لسه اشتركوش في القناة اشتركوا فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد سلام